يلا غمض عينك دقيقة تاني، ارفع عينك على المسيح. ارفع عينك على المسيح. ضماني مش في الخطوة الأولانية اللي أنا عامل حسابها، وبعد كده الله أعلم. ضماني في المسيح. المسيح هو الضمان. المسيح ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. المسيح هو الضمان. المسيح هو الضمان. يلا حاطط ضماناتك في الكام مليون اللي انت حاططهم في البنك، تقول للناس لا ده انا فقير ده انا غلبان، وانت حاطط شوية فلوس في البنك، حاطط مأمن نفسك عليهم. المسيح هو الضمان. وسط دنيا حلاها مر. يا رب أعلن إيماني في جلالك، يا رب أعلن ثقتي في جلالك. هنادي بيك قصاد عياني يا رب، أيا كان العيان وأيا كان التحدي. بص عليه النهاردة، املى عينك منه. قال له بص على فرعون كويس. ليه يا رب؟ هيطلع لنا واحنا نايمين؟ قال لا، لانك لا تروه فيما بعد. بص على اسوارك كويس، بص على تحدياتك كويس، بص على الامور المغلقه، بص على فم الحيروث كويس، لانك هتعدي الناحيه التانيه ومش هتعرف تشوف الحته دي تاني. هتعديها، هتعديها. يعني ايه تعلن ايمانك؟ يعني تقول ترنيمتين فيهم كلمات عن الايمان؟ لا لا، وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا. ايضا قل له بحط عياني بين ايديك، ان كان مرض او ان كان احتياج او ان كان ظروف صعبه أو إن كان ترك من الناس يا رب، زي ما كنا بنسمع في أول الاجتماع، لكن بحط عيني عليك، بحط عيني وثقتي في جلالك. وحدك أنت، وحدك أنت كفاية لينا.